بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من استوديو التحليل النهاردة لمباراة لها تاريخ كبير جدا، لأن الأهلي النهاردة هيواجه منافس له تاريخ عريق في الكرة المصرية، وهو نادي غزل المحلة اللي بنبارك له عودته لدوري الأضواء والشهرة واللعب مع الكبار مرة أخرى، لأنه بالفعل أحد كبار الرياضة المصرية، فهو إضافة كبيرة للدوري من الناحية الفنية والجماهيرية. فنادي المحلة ليه قاعدة جماهيرية كبيرة جدا جدا جدا، فهو أحد قلاع الرياضة، فهو زعيم الفلاحين في القائمة الذهبية لأبطال الدوري الممتاز، حيث سبق له الحصول على بطولة الدوري موسم 72-73. وعلى فكرة الموسم ده كانت الفرق كلها بتتميز إن فيها نجوم، يعني نادي المحلة نفسه، وكان ساعتها راعي فريق نادي المحله المهندس محمد حبيب الله يرحمه، اللي هو والد المهندس شريف حبيب اللي هو كان رئيس نادي المقاولين بعد كده اللي ودى محمد صلاح بره. كان محمد حبيب هو صاحب النهضه الكرويه لفرقه غزل المحله، ويمكن 72-73 الموسم ده، يعني انا ما انسوش، انا من مواليد المحله، وكان في التوقيت دوت بيدرب النادي المحله كان مدرب يوغوسلافيا اسمه مستر ايفان، وكان مساعد بتاعه خالي الكابتن عادل احمد الله يرحمه. فانا كنت يعني في الفتره ديت يعني ببص على نتائج المحله وبحب فرقه المحله واتفرج عليها وبروح ماتشاتها، ويمكن كان فيها، مش عايز اقول لكم، معظم لعيبه المحله في الفتره ديت كانوا بيلعبوا في منتخب مصر. كان في فؤاد البخيت وفي حراس مرمى وبشلاوي وعبد الستار وابراهيم حسين والسياجي والسعيد عبد الجواد ومحسن النحريري ولطفي الشناوي ومحرز وابراهيم يوسف وعمر عبد الله وعبد الرحيم خليل وعماشه هداف الدوري ساعتها. كان في مجموعه من النجوم، يعني حدث ولا حرج، يعني ممكن تقول 11 لعيب على الاقل من فرقه غزل المحله كانوا متواجدين في المنتخب القومي. وبعد كده بقى طبعا الجيل اللي بعد كده بتاعنا، محمد فايز والبلعوتي والمغاوري وخالد كرم وخالد عيد وصابر عيد كانت، والمشائي والشورى ونصر التليس. انت تتكلم على المحله ممكن تاخد لك مثلا حلقتين وانت بتتكلم على غزل المحله وتاريخ غزل المحله. نادي المحله كمان ما ننسالوش ان هو طلع قائد ومدرب او مدير فني على مستوى عالي، كابتن شوقي غريب اللي مازال حتى الان يمارس هوايته التدريبيه مع منتخبنا الاولمبي، وان شاء الله بالتوفيق. كمان غزل المحله يعتبر تاني نادي مصري بعد نادي الاسماعيلي يصل لنهائي كاس افريقيا، ما حلفوش الحظ، وكان محتاج سنه 73-74 كان محتاج ان هو يكسب في المحله كارا برازافيل بفارق هدفين، ولكن للاسف كارا برازافيل قدر يكسب غزل المحله ساعتها 2-1 على ارضه، وكان يوم من الايام السيئه لكره القدم المصريه والمحلويه. كمان نادي المحله ليه باع كبير جدا في كاس مصر، واستطاع الوصول لنهائي كاس مصر 6 مرات ولكن لم يحالفوا التوفيق، ومنها قدام النادي الاهلي سنه 2001 اللي شهد اخر مشاركه للصخره وائل جمعه مع زعيم الفلاحين. ويمكن قبل وائل جمعه كمان جالنا من المحله عمرو الحديدي، وكان بيلعب عندنا ثيرد باك وادى اداء حسن في الفتره اللي هو كان بيلعب معانا فيها. ومن بعد ما جالنا وائل جمعه بقى من المحله انطلق وعمل تاريخ جديد مع النادي الاهلي، وكلنا طبعا فاكرين وائل جمعه وصولاته وجولاته مع النادي الاهلي. وانتقال وائل جمعه ومن قبله عمرو الحديدي من المحله للنادي الاهلي بيؤكد على العلاقات الطيبه بين الناديين اللي دايما ما فيها ترابط كبير بينهم، مثل ما حدث في مباراه اليوم عندما توجه مسؤول غزل المحله بالشكر لمسؤول النادي الاهلي بسبب الموافقه على تبديل المباراتين بتاعت فرقتين، لان ماتش النهارده كان المفروض يتلعب في استاد غزل المحله، ولكن بسبب بعض الدواعي الأمنية والنادي غزل المحلة الملعب غير جاهز، يبقى نادي مسؤولين غزل المحلة طلبوا من النادي الأهلي إن الماتش الأولاني يتلعب على ملعب الأهلي والسلام، والملعب الماتش الثاني هيتلعب إن شاء الله في الدور الثاني على ملعب غزل المحلة العريق بسبب عدم استكمال الإجراءات الخاصة باستضافة المباراة زي ما قلنا. وملعب المحلة مش عايز اقول لكم كان من الملاعب التاريخيه، ملعب المحله لما كان الواحد رايح يلعب غزل المحله، اولا وانت رايح تلعب غزل المحله ماتش من الماتشات الثقيله قوي، الملعب ملعب جميل، ملعب مفتوح، يمكن ليه تاريخ ملعب غزل المحله لانه بيرتبط بتصميم فريد من نوعه في مداخل الشركه ورا
مدرجات الدرجة الثالثة، كنا أول ما ندخل خلاص عارفين إن الجزء دوت بتلاقي جمهور المحلة كان زمان ليهم يعني بيقعدوا يقولوا، كنا إحنا بنسمينهم الفلاحين، فهم كانوا بيقولوا إحنا مش فلاحين ولكن مهندسين. الفترة اللي هم خدوا فيها 72 73 اللي خدوا فيها الدوري، بطولة الدوري العام، دايما ملعب المحلة بيشهد ندية كبيرة جدا في كل المباريات بين المحلة وبين الأندية التانية. ملعب المحلة من الملاعب العريقة في مصر، ملعب المحلة وانت داخله كده كأنك داخل استاد إسماعيلية، استاد اسكندرية، كنت يعني النادي الأهلي ونادي الزمالك لما كانوا بيروحوا ملعب المحلة كنا نقول يا رب النهاردة يعني نعمل ماتش كويس ونكسب بإذن الله، وكان بتطلع مباريات هايلة هايلة هايلة، وكانت فرقة غزل المحلة دائما وأبدا في الفترات اللي هي كانت متواجدة فيها في الدوري، باستثناء الفترة الأخيرة يمكن من 2015 ما شفناش غزل المحلة في الدوري، إنما دايما مباريات الأهلي وغزل المحلة دايما بيكون لها رونق خاص وندية وإثارة بين الناديين وحماس من الجماهير مهما كانت فرق الإمكانيات هنا أو هناك. هي مباريات مش سهلة، هي مباريات مش سهلة، حتى لو مثلا الاهلي في المركز الاول والمحله في المركز مثلا العاشر ولا 11 ولا 12، لا، لان دايما المحله ما تجيد امام الكبار. النهارده باذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، لان زي ما قلنا الماتش مش سهل. احنا شفنا المباراه اللي فاتت بين الاهلي المحله وسموحه، وشفنا ازاي قدرت فرقه المحله بالروح والتصميم والاراده ترجع للماتش تاني، ويمكن في آخر الماتش كمان كانوا هيكسبوا ولكن ما عرفهمش التوفيق. تقرير تاريخ لقاءات الأهلي وغزل المحلة هنطلع نشوفه وبعدين نرجع نكمل كلامنا تاني. شفنا التاريخ كبير المباريات بين الأهلي والمحلة والندية كبيرة بين الطرفين، ويمكن المباراة الأولانية اللي الأهلي فاز فيها على المحلة سنة 57 يمكن كان ليها برضو ذكرى، او انا فاكرها طبعا، انا مش مواليد 57 بس يعني بعد كده بشويه، ان ده كان اول مباراه كانت النادي الاهلي يفوز فيها، وكان والدي بيلعب رحمه الله عليه كان بيلعب في صفوف فريق غزل المحله. دايما العلاقات بين المحله والنادي الاهلي تاريخيه وعميقه، كلها ود وحب، لكن ده ما يمنعش ابدا ان كل جماهير تتحمس لفريقها وتؤازر فريقها زي ما هي عايزه، يعني جمهور المحله عايز المحله تكسب، جمهور النادي الاهلي طبعا عايز فريقه تكسب، وصحيح هنشوف منافسه كبيره داخل المستطيل الاخضر، لكن كل ده ما بيأثرش ابدا على العلاقات التاريخيه بين الناديين الاهلي والمحله وادارات الناديين ايضا على مر التاريخ. على مر التاريخ في تواصل دائما وابدا وتبادل تهاني وزيارات بين النادي الاهلي وبين نادي غزل المحله. مباراه النهارده ان شاء الله هتكون في الجوله الثانيه من الدوري، وبتمنى التوفيق لفريق النادي الاهلي النهارده في يوم الجمعه، اليوم السعيد الكبير لجماهير النادي الاهلي. وتعالوا نروح سوا نستعرض مع بعض مباراه الجوله الثانيه اللي هي بدات من يومين. ماشي، الماتش الاولاني اسوان بيفوز المرة دي على طلائع الجيش ويتصدر الدوري بست نقاط. أيضا سيراميكا كيلوباترا للأسبوع الثاني على التوالي تفوز على البنك الأهلي 3-1 وتتصدر الدوري العام. وادي دجلة قدر يفوز على المقاولين 2-1 بعد عرض جيد جدا من وادي دجلة. الجونة تعادل مع المصري 1-1. امبارح شفنا مباراة رائعة من أمتع المباريات في الدوري المصري في الفترة الأخيرة بين الإسماعيلي والإنتاج الحربي، وانتهت 3-3، ويمكن لحد آخر ثانية ما كناش عارفين مين اللي هيكسب، ولحد آخر ثانية كان نفسنا إن الحكم ما يصفرش والمباراة تكمل كمان. شفنا بعد كده آخر مباراة امبارح كانت بيراميدز والزمالك وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. الاتحاد وسموحة الآن النتيجة تعادل 1-1، وكان في إنبي والمقصة، وإنبي كسب المقصة 2-1. وهنيجي بعد كده لمباراتنا، مباراة الأهلي وغزل المحلة، لختام مباريات الأسبوع التاني. النهاردة بقى زي ما قلنا كده حدث مهم جدا. ليه بقى؟ لأن النهاردة الجمعة الثالثة على القاضية ممكن،
وتتويج المارد الأحمر بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة على حساب الزمالك في يوم سعيد الأهلاوية إحنا لحد دلوقتي بنحتفل بيه. يعني إحنا لحد دلوقتي بنفتكر يوم الجمعة السعيد دوت، ويوم الجمعة ده إحنا كنا منتظرينه من زمان، إحنا بقالنا 7 سنين منتظرين اليوم ده، يوم بالقضية ممكن. وكمان زي النهاردة 18 ديسمبر سنة 87 توج النادي الأهلي بطلا لدوري الأبطال الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، بعد ما فاز هنا في القاهرة في استاد القاهرة على الهلال السوداني بهدفين دون رد في اللقاء اللي كان يوجد فيه 100,000 متفرج، واتلعب بعد انتهاء مباراة الذهاب في السودان بالتعادل السلبي 0-0، وكان كل المسؤولين موجودين في استاد القاهرة، وكان على رأسهم سيادة الرئيس الله يرحمه حسني مبارك، وجميع تقريبا الوزراء كانوا متواجدين ساعتها، وكان في ضغط جامد جدا علينا. انا كان يعني ليا الشرف ان انا كنت بلعب المباراة ديت، وكان في ضغط جامد جدا علينا ان تقريبا فرقة الهلال كان منتخب السودان في الفترة دي، فريق الهلال كان فريق قوي جدا جدا جدا، وكنا بنعمل له حساب، مش احنا بس، كل الفرق في افريقيا كانت تعمل له حساب، ولكن كانت نتيجه المباراه الذهاب 0-0 ادتنا دفعه معنويه جامده جدا، لان كان الذهاب كان عندهم فكان دايما النادي الاهلي لما بيكون تاني ماتش عنده ما بيفرطش ابدا في المكسب. يمكن الجول الاولاني كانت رافعه من حسام حسن وحطها جمال الثعلب في نفسه، وبعدين العبد لله جاب الهدف الثاني بضربه راس، يلا هم كاتبين لي رائعه، يلا بضربه راس رائعه، وان شاء الله يكون النهارده يوم الجمعه السعيد التوفيق حليف الاهلي ويحقق الفوز الثاني ليعتلي القمه مبكرا في خطوه جديده للتتويج بالبطوله رقم 43 في تاريخه مع البطوله الكبيره المحببه لجماهير المارد الاحمر. تعالوا نروح نشوف مراسلنا في ملعب المباراة شريف شعبان وكريم أحمد، نطمن منهم على آخر التجهيزات في اللقاء. مساء الخير يا شريف، إزايك؟ مساء الخير، تحياتي ليك يا كابتن أيمن ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وزي ما حضرتك ما بتقول الأفراح ما زالت مستمرة في كل مكان في جمهورية مصر العربية، في كل مكان في العالم الترند، القاضي ممكن يا رب بإذن الله يكون يوم الجمعة كالعادة وش حلو على النادي الأهلي ويفوز اليوم على فريق غزل المحلة، بنبارك له على الصعود إلى الدوري الممتاز، ولكن بإذن الله يكون الأهلي النهاردة له اليد العليا ويفوز ويديب في 3 نقاط جداد يضافوا إلى رصيده عشان نقدر بإذن الله نحافظ على بطولة الدوري العام المحببه لكل جماهير النادي الاهلي. المفارقات الغريبه النهارده بيقود النادي الاهلي فنيا طبعا كيفن جونسون المدرب العام، ومعه كابتن سامي قمصان بعد طبعا يمكن الوباء اللي منتشر في العالم كله مرض كورونا، يا رب باذن الله يحمي الجميع. ونفس المفارقه ان الكابتن خالد عيد ايضا المدرب او مدير الفني لفريق غزل المحله بيعاني من نفس المرض، فباذن الله يا رب يكون مباراه قويه باذن الله. النهارده غيابات النادي الاهلي كتير جدا، مروان محسن، طاهر، محمد طاهر اللي اشتكى من سخونيه بعد التطعيمات قبل السفر الى النيجر، وليد سليمان، ناصر ماهر، سعد سمير، اجايه، حسين الشحات، بيخش النهارده القائمه لاول مره احمد بيكهام واحمد ياسر ريان، حكام الساحه النهارده كابتن طارق مجدي واحمد لطفي ومحمد عزازي، محمد سيد بكر حكم الفيديو، محمد الصباحي وحماده القلاوي مساعد ليه، واتكلمت مع الكابتن طارق مجدي منذ قليل على الدقيقه بريك الوتر بريك، قال لي النهارده ما فيش اي مباراه الساعه 5 او مباراه الساعه 7:30 بقاش فيها ووتر بريك، ولكن لو الساعه 2:30 اي مباراه بتكون فيها الووتر بريك. النهارده او امبارح من تمرين النادي الاهلي مستر جونسون جرب يمكن شريف فيرويد او يلعب صلاح محسن فيرويد كهربا في الشمال، ولا جيلاردو في اليمين، شريف يلعب في اليمين ولا لا، يمكن التشكيل حالا على الهواء، يمكن لسه طالع حالا، يمكن انفرد لك بيه على شاشه قناه النادي الاهلي شاشه التميز. في حراسه المرمى طبعا محمد الشناوي، محمود كهربا بيبدا، ايمن اشرف بيبدا، بدر بنون بيبدا، عمرو السولية بيبدا، يمكن قفشه بيبدا، علي معلول، محمد هاني يمكن بادئين، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، اليو ديانج يمكن فاجئنا النهارده في وسط ملعب وبيغير، بيلعب النهارده اليو ديانج بيعود من جديد للبدء في وسط الملعب. 90 دقيقه بنتمنى يا رب باذن الله يكون وشهم خير على النادي الاهلي، والاهلي النهارده يفوز على فريق غزل المحله العنيد، ويكون وش خير يوم الجمعه كالعاده اللي بيفرح كل الاهلاويه، والنهارده يكون ليله سعيده لكل جماهير النادي الاهلي. اعود اليك من جديد كابتن ايمن، اتفضل. ان شاء الله كل التوفيق لنادي شعبان. هنروح لزميلنا كريم احمد ونتعرف منه برضه على اخر استعدادات غزل المحله.
اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعينا في كل مكان. بالتاكيد الافراح مستمره، بس ده لجمهور النادي الاهلي ولينا، لكن الافراح انتهت تماما بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وبدات مرحله تحدي كبيره جدا لكل اللاعبين. عدد كبير من البطولات ان شاء الله نحافظ عليها خلال المرحله القادمه، دوري وكاس وبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. كل التمنيات لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، يستمروا على ادائهم المميز، يسعدوا جمهور النادي الاهلي، هو هدف وحيد بالنسبه للجماهير ومجلس الاداره، اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. كالعاده النهارده طبعا من استاد الاهلي والسلام، ومباراه الجوله الثانيه الاهلي وغزل المحله. زي ما انت عارف يا كابتن ايمن وكل جمهور النادي الاهلي عارف، نقل المباراه كان امر مهم جدا، واكيد بنوجه التحيه ليه غزل المحله اللي نسق بشكل كبير مع النادي الاهلي، وطلب كان بالنسبه لغزل المحله طلبهم يمكن يكون حسام طبعا عزوه النائب رئيس مجلس الاداره، كان طلب نقل هذه المباراه لعدم اكتمال كل الامور الخاصه بالاجراءات الامنيه وتركيب الكاميرات والبوابات. لكن ان شاء الله باذن الله النهارده فريق النادي الاهلي كعادته يكون على قدر المسؤوليه، تركيز كبير للاعبي النادي الاهلي. الصدفه النهارده يا كابتن ايمن ان موسيماني مش موجود، وايضا كمان الكابتن خالد عيد، الاصابه بي فيروس كورونا منعت النهارده المديرين الفنيين ان هم يكونوا متواجدين خارج الخطوط. لكن ان شاء الله باذن الله كيفن جونسون المدرب العام لفريق النادي الاهلي النهارده يقود الفريق بشكل مميز جدا مع الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ، باذن الله لعبتنا تكون مركزه النهارده في هذه المباراه. وصل بالفعل الفريقين وتحديدا فريق غزل المحله، يمكن كالعاده طبعا على طول بيتوجه سواء الجهاز الفني للنادي الاهلي وايضا كمان الجهاز الفني لغزل المحله لتفقد ارضيه الملعب اللي بنشيد بها كالعاده. استاد الاهلي والسلام حاجه اكثر من رائعه، بتساعد بشكل كبير تحديدا فريق النادي الاهلي لتنفيذ كل الجمل التكتيكيه اللي اشتغل عليها خلال المرحله القادمه وخلال الايام الماضيه. الامور كلها كابتن ايمن ماشيه بشكل مطمئن ورائع جدا لكل فريق النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله بنتمنى التوفيق. لكن كل الامور ماشيه بشكل طيب، كل الامور ماشيه بشكل مطمئن، ينقصنا بقى النهارده ان شاء الله التوفيق. وزي ما طبعا يمكن زميلي شريف اعلن تشكيل فريق النادي الاهلي، خلال لحظات كمان يا كابتن ايمن هيكون معاك تشكيل لغزل المحله. عندهم رغبه وعندهم حماس كبير جدا، وده اللي كان واضح باين جدا عليهم ومن احاديثهم ان هم عندهم تركيز، وده حق مشروع. لكن بخبرتنا طبعا مع لعيبه النادي الاهلي وتركيزهم الكبير واصرارهم ان احنا نكون بروفا مهمه جدا، مباراه اليوم لمباراه سوني ديب بطل النيجر اللي النادي الاهلي بيستعدلها بشكل كبير، ان شاء الله النهارده تكون المباراه من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميلين العزيزين شريف وكريم. قبل ما نروح فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا، يمكن انا قلت ان مصر المقاصه وامبي انتهى 2-1، ولكن امبي كان فاز على مصر المقاصه 1-0. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار، ضيوف الاستوديو التحليلي النهارده كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن هاني العجيز. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن ايمن، توفيق ان شاء الله. كابتن علاء ميهوب اهلا وسهلا بيك كابتن. منور. اهلا بيك ايمن. كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك ايمن. كابتن هاني العجيزي اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا النهارده. ربنا يخليك يا كابتن ايمن. كابتن شريف، غزل المحله احد القلاع الرياضيه في مصر، وعودتها للدوري اكيد اضافه كبيره لينا. طبعا وحشونا. وحشنا سنة 2015، وحشنا اللعب في المحلة، وحشنا جو المحلة. وعايز اقول لك على حاجة، جماهير المحلة اول ما الاهلي بيجيب جون هناك بحس ان الملعب اتحول بتقلب. ايوه صح، تحس انك في بيتك فعلا. صح صح، من ايام الله يرحمه باشمهندس محمد حبيب، كان رئيس مجلس ادارة، كنا بنحس انها بيتنا الحقيقة. فرقة دايما تمنيناها ان هي ترجع تاني للاضواء، تمنينا الارض كانت احسن ارض يا ايمن تلعب عليها كرة، كانت ارض المحلة. مظبوط، ارض فيها طمي كده، كرة تنط عالية تروح هي عاملة لوحدها. مظبوط، اكنك وقفتها على رجلها هي. بالظبط، كرة ما بتنطش ولا بتعمل اي حاجة. لعيبة المحلة دايما لعيبة كويسة قوي. صحيح، خدوا الدوري قبل كده، عملوا طفرة كبيرة جدا في الدوري المصري، يعني عامل زي ليستر سيتي كده لما جه، بس هم ما كانوش جايين من درجه ثانيه، انما كانوا في وسط الزمالك والاهلي ايامها، كانوا فرقه جامده جدا. مظبوط، خدوا الدوري. لو قلت لك الاسماء طبعا، عمر عبد الله وعماشه وعبد الدايم ولطفي الشناوي لغايه ومحرز كابتن سياجي وكابتن سعيد ومحسن النحريري وابراهيم حسين وفؤاد بخيت، ده مليون واحد. لغايه ما لحق بيهم طبعا شوقي غريب وخالد كرم، دول اللي احنا برده كان لينا في نفس السن بتاعنا، وكانوا كنت انا برده بلحق مع الخطيب ومصطفى عبده وزيزو. صح، والناس دي. فلما كنت بروح العب في ماتش محله ده كنت ببقى حابب بصراحه. صح، اني ضامن اني هلعب على ارض كويسه قوي. صح، ضامن ان انا هلعب الكوره بتاعتي اللي انا عايزها،
ناس رايحه تلعب كوره وفرقه بتلعب كوره كمان قدام فرقه بتلعب كوره ناس بتلعب كوره مش رايحين مفيش اي حاجه. سعيد عبد الجواد لما اقع في المجلس والسياجي طبطبوا عليا وقيموني عبد الستار الجونه يعني ف كانت بتبقى الحقيقه رحله الواحد ما بقاش متوتر فيها. ففريق كبير جدا نتمناه دائما وابدا موجود داخل الدوري العام زيه زي الاولمبي. انا بتمنى للاولمبي ان هو يكون موجود برضه. فرق ليها باع جميل قوي ايام ما انت كنت كمان مع الكروم. ابتدى الكروم يعوض الشكل الاولمبي شويه. ابتدى الحتت اللي هي زي اسكندريه والمحله و جماهيريه والمنصوره طبعًا. يعني خدت بالك احنا عشنا في المنتخبات وخمسه سته سبعه ثمانيه من المنصوره من اول سطوحي لبقيه الفرقه يعني مظبوط. ف ماتشات المحله ليها طعم تاني ليها رونق تاني حتى الجماهير صحيح الفلاحين هم يعني جمله احنا مش هننساها في حياتنا. بنتمنى باذن الله دايما ان هم يكونوا ليهم موجود يعني يا رب ان شاء الله. كابتن علاء من 2015 ومفيش تواجد لغاز المحله اكيد كنا مفتقدينهم في الدوري طبعا اكيد. وكابتن شريف قال ثلاث فرق مفتقدينهم جدا في الدوري ان هم مش مفتقدينهم عشان في وحشه وخلاص لا عشان انديه ليها تاريخ طويل قوي في الدوري الممتاز في انديه فازت بالدوري الممتاز غاز المحله فاز بالدوري الممتاز الاولمبي كمان المنصوره الفرق دي ايمن الناس ليها تاريخ طويل قوي في الدوري في الدوري طبعا والكاس وكده ودايما موجودين لكن فجاه بيحصل هبوط في بس هبوط كام سنه ورا بعض كتير قوي من 2015 ل 2020 كتير قوي. انت فاهم انت تفتكر مرتبط بايه؟ لا مش مرتبط بحاجه مرتبط ان حصل هدوء حصل كسل مفيش مجموعه لعيبه ممكن تشيل المحله تاني اللعيبه بدات تبعد عن المحله اللعيبه بدات تبص الانديه تانية بتدفع اكتر في الاخر ايمن يعني ومش للاسف هي دي لغه العصر اللاعب بيروح للي عنده امكانيات اللي عايز يدفع اكتر صح. انا موجود صح. لكن بتيجي عليك كده فتره يجي جيل زي اللي حصل مع المحله كده جيل اتجمع صح مدير فني ممتاز طبعا خالد عيد من ولاد نادي المحله وشخصيه جميله وكان لعيب كويس جدا ويعني صديق شخص ليا كمان واضح ان هم لو ما رسموا خريطه صح لان عشان تطلع من ممتاز بيه الدوري ممتاز الموضوع بقى صعب جدا جدا صح. المجموعات بتبقى صعبه بتقابل فرق جامده جدا بتقابل ملاعب مش ممكن تلعب عليها كوره يعني كابتن شريف بيتكلم على حلاوه ملعب غزل المحله ودي انا على فكره بتفق معاه طبعا صح. مش ممكن بتبقى رايح ضامن حاجتين موجودين ملعب مليان بالجماهير وارضيه ملعب ممتازه صح. فانت مش انت رايح تلعب اللي هم العنصرين المهمين قوي في كره القدم صح. العنصر لعيب الكوره عايز ملعب حلو عشان يلعب صح. وجماهير لفه الملعب كله بتشجع طبعا غزل المحله لكن اول ما الاهلي كان يجيب جول تحس ان الموضوع اتقلب للون احمر أيوة فاهمني وده كان طبيعي في غزل المحله وفي المنصوره كمان صح. فانا طبعا انا عن نفسي انا سعيد جدا غزل المحله صعد تاني وطبعا على المستوى الشخصي سعيد لخالد قوي وربنا يا رب يكرمهم وما ينزلوش تاني شاية. يعني المهم انك تصعد دائما دوري ممتاز ما تنزلش تاني أيوة. انت جربت المشقه اللي في الممتاز به لكن دوري ممتاز حاجه تانية خالص وغزل المحله من الانديه العريقه جدا 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 اللي بتتمنى تبقى موجوده بتمنى نفس الكلام طبعا الاولمبي ان كان دايما زمان على طول اتحاد والاولمبي وكروم لكن اتحاد والاولمبي دول على طول موجودين بتمنى رب منصوره ان شاء الله نشوفها في الدوري الممتاز لان في انديه بتبقى تحس هي من اساسيات الدوري الممتاز دي اساسيات وانديه جماهيريه وناس بتعشق كره القدم فطبعا مبروك النادي المحلي صعدت وبتمنى ان شاء الله بقى الانديه نشوفها في الدوري الممتاز. انت قلت ربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله باذن الله مش النهارده بعد ماتش لا مش النهارده ربنا يوفقهم في الدوري انا خدت بالي من الكلمه النهارده لا يعني ما اعتقدش دي. كابتن اسامه اكيد يعني واجهت غزل المحله كتير وزي ما قال الكابتن علاء والكابتن شريف كنت بتبقى رايح ومبسوط قوي ان احنا رايحين نلعب غزل المحله في المحل ملعب جميل جدا فرقه بتلعب كوره حتى جمهور زي ما قال الكابتن شريف والكابتن علاء بمجرد ما النادي الاهلي بيجيب جول بيقلب كانك بتلعب في ملعب نادي الاهلي. قول لي ذكرياتك مع مباراه غزل المحله. طبعا مبروك للمحله صعوده من الدوري الممتاز لخالد عيد والجهاز وكل الناس في المحله. فعلا احنا كنا مشتاقين لفرقه زي فرقه المحله اضافه قويه من حيث الجماهيريه وعلاء وشريف اتكلموا فيها. بنسعد جدا لما الانديه الجماهيريه بتبقى موجوده في الدوري بتحس كده بطعم مختلف شويه. صح. طبعا انديه الشركات والهيئات والمؤسسات عاملين طفره برضو لكن الجماهيريه هتظل
هي العامل الكبير قوي، لانك انت بتلعب اساسا عشان الجمهور يعني، الجماهيريه دي حاجه مش سهله يعني. فنتمنى ان شاء الله ان فرقه المحله تستقر في الدوري وما تنزلش تاني ان شاء الله يعني باذن الله. يعني حاجه مهمه جدا ان هم يبقوا مستقرين في الدوري، ما يطلعوش موسم ويقعدوا يختفوا 7-8 مواسم ويرجعوا موسم. المنافسه بقت قويه جدا، ويمكن انتوا تكلموا في النواحي الماديه، مفيش شك انه بقت العامل الاول في كره القدم اول عامل. لو ما عندكش امكانيات ماديه كويسه الامور بتبقى صعبه جدا جدا جدا. ايوه حتى لما بتطلع ما بتستمرش. صح يعني حتى صح. باين من ملامح الدوري كده ان الانديه اللي صارفه اللي طلعت اللي مزبوط. هتصرف هي اللي شكلها اللي ممكن تكمل يعني. مزبوط. فالعامل المادي ده مهم جدا، واعتقد ده كان مؤثر جدا على فرقه المحله. يمكن ايامنا احنا ايام ما كان في التسعينات وقبل كده في الثمانينات والسبعينات او كده، الشركه كانت غنيه. المصاريف ساعتها بالنسبه للدوري كانت تعتبر من الفرق اللي بتصرف الغنيه، خاصه الغنيه، خاصه كمان ان الانتقالات ما كانتش بالكم ده. يعني كان كل العناصر تقريبا بتظل في النادي يعني. صح. فرقه المحله بيفضلوا في المحله، بتوع الاسماعيلي بيفضلوا في الاسماعيلي، بتوع الاتحاد بيفضلوا في الاتحاد، وهكذا. الانتقالات كانت ضيقه جدا يعني. صحيح. وهم اصلا كانت شركه غنيه. اعتقد ان هم مروا بازمات ماديه، يمكن اخيرا هو عملوا شركه. عايز اقول لك حاجه اسامه. هو لما حصل حكايه الاحتراف والانتقالات والحاجات دي زمان ما كانش فيه، كان كلهم من المحله. مظبوط. كلهم مولودين في المحله، كان المصنع وكل العمال والكلام ده مبسوطين ان في عندهم حاجه. صح. بيروحوا يتفرجوا عليها. مظبوط. بيشجعوها. لما حصل بقى سمعوا ان في لعيب هيجيبوه ب 50,000 و200,000 حسيت ان ايه، المصنع حاسس دي فلوسه وبتطلع بره الناس مش من المحله. فاعتقد ان الحكايه اللي انت قلتها لعلاء دي هي اللي كانت اعتقد سبب كبير قوي ان حصل تضاربات يعني. أيوه. ولذلك هم اخيرا عملوا شركه اهو لكره القدم استثماريه. اعتقد انها فكره ناجحه، هتبقى فكره كويسه وبعديها يعني تتبعها انديه جماهيريه كتير انه بإذن يعملوا اعتقد يعني ان شاء الله هتكون خطوه كويسه ليهم. بالنسبه بقى لذكرياتي طبعا كتير يعني. اتكلمنا على الملعب، كان عندنا ملعبين بنعشقهم في اللعب او ثلاثه، محله، اسكندريه، اسماعيليه. صح. الثلاثه دول هم اللي كنا بنبقى سعداء جدا واحنا رايحين، لان الملعب، وطبعا احنا بنلعب في استاد القاهره ماتشاتنا اللي هنا، فكان الملعب بالنسبه لنا كويس. لكن احنا بنتكلم خارجيا كنا بالمحله، اسماعيلي، اسكندريه، كانت هي دي الملاعب النجيله بتاعتها حلوه وانت مبسوط وانت رايح تلعب. صحيح. غير دلوقتي معظم او كلها. صح. فطبعا ذكريات كتيره جدا. طبعا الاجيال اللي احنا لعبنا معاها زي شوقي غريب، الزفتاوي، ابو عظيم الشوره كان لعيب هايل، خالد عيد وصابر عيد، انا مش عايز انسى حد، الخشاب، جنيدي، يعني في زكي كان جول، زكي فتاح، بلعوطي، والبلعوطي، يعني في لعيبه كتير جدا مروا على تاريخ. صح. المحله. لكن انا بتكلم في الجيل اللي هو بتاع الثمانينات والتسعينات تقريبا، دول لعبوا ضدنا كتير يعني. صحيح. وطبعا اكتر مباراه كانت حلوه في الذاكره يعني في مباراه المحله اللي هي النهائي كاس 93-94 اعتقد. وكسبناهم 3-2 في النهائي، كان ماتش صعب جدا. ده مين اللي جاب الجول الاول؟ مش عارف، انا رفعتها بس مش عارف مين اللي جابها. هو اكيد هو. هو فعلا. اول ما اسالك مين فاهم انت كده يبقى عارف انت متحمس قوي. يبقى هو انت محمد. على فكره الكره دي وفي نهائي كاس برضه اخت كوره الزمالك بالظبط. فعلا صح. ما كانش بيعرف يعمل غيرها. ال 92 بيطلع عماله بدماغه كده في حته، احنا ما بنشوفهاش. لا هو لا. سيبك انت من اللعب بدماغ، الاوفر معمول ازاي؟ اوبا. اه طبعا. لا ده نازل من فوق. انا اتكلم في ايه؟ لا ايمن كان عنده راسه، وكان من احسن ناس جم في تاريخ مصر بيلعبوا براسه فعلا، دي حقيقه. وانت كابتن اسامه كنت من احسن الناس اللي بترفع بشمالك يعني الى حد يعني مكم كويس نمشيها كده كويس، رغم انها مش اشول يعني، رغم انها مش اشول بس يعني الحمد لله في جوان كتير. وانت اسامه شفت الاجوان اللي انا كنت بطير واعملها في المقصات والحاجات دي؟ طبعا كنت احسن في التلفزيون ساعتها. طبعا ايه. لا لكن ايمن من فعلا الناس اللي كانوا بيلعبوا بدماغهم كويس، جاب الجون الاولاني، واعتقد عبد الجليل جاب جون، وهم جابوا جونين، ومش عارف مين جاب الجون الثالث، انا ناسي دلوقتي. وانا والله مش فاكر. لكن محمد رمضان جاب
تقريبا رمضان تقريبا جاب الثالث. ايوه الكوره جت في القايم ودخل الجول. ايوه ده اللي اتعمل أيوة. من اليمين احمد فهمي الله يرحمه باين. مظبوط صح مظبوط صحيح. رمضان جاب الجول الثالث. ايوه او عبد الجليل واحد فيهم جاب الثاني واحد جاب الثالث. صحيح وكان ماتش صعب جدا وهم جابوا جونين وكان ماتش يعني من الماتشات الصعبه. صحيح لكن كسبنا 3-2 فمن الذكريات طبعا الحلوه في ماتشات ده كان ليه ذكرى حلوه قوي لان انا كنت فاكر ده الماتش ده كان اخر مباراه للكابتن حمد والله وتعور يعني في الاخر وداس على نفسه جامد اخر 10 دقايق فالكابتن طارق سليم قابله بعد الماتش قال له ماتش هايل يا حماده. ايوه حماده قال له شكرا يا كابتن قال له اخر ماتش ليك يا حماده. يعني كفايه كده كابتن كنت شايفها دلوقتي لا لا حماده خلي بالك لعب ربع ساعه داس على نفسه جامد جدا في الاخر وهو مصاب يعني مش قادر يجري. أيوة ومع ذلك فضل في الملعب وكمل لحد الاخر. حماده كان من العناصر المهمه جدا. أيوة عندنا ومنتخب مصر انت عارف. ايوه صلى بس حاجه هزار كده عشان لما اشوفه بكره ولا حاجه عشان حماده جامد. كابتن هاني طبعا بتسلم على حماده طبعا والذكريات حلوه واتفضل كابتن هاني. يمكن انت اخر واحد مبطل في المجموعه بتاعتنا دي وعاشق الكوره بصوره مجنونه جمهور المحله ده حقيقة. وانت لعبت في بلديه المحله وكنت قريب جدا من الجمهور الفتره دي. كلمني عن جمهور المحله وعشقه للكوره. بص يا كابتن طبعا جمهور المحله ما يختلفش عن جمهور اسكندريه وجمهور بورسعيد وجمهور اسماعيليه. الاربع فرق دول او الثلاث فرق دول تقريبا او الثلاث بلاد دول يعني فعلا بيعشقوا الكوره بشكل كبير جدا وثلاث ارباع جماهير الفرق دي فعلا بيبقوا فاهمين كوره يعني مش اللي هم بيشجعوا خلاص لا صح. لا فعلا بيبقوا حابين الكوره وحابين الكيان بتاعهم وحابين النادي بتاعهم وبدليل ان احنا بنشوفهم لحد دلوقتي في جماهير بتروح مع ان ما فيش جماهير المفروض في المدرجات في جماهير بتروح التمرين يعني انا شايف حاجه على اليوتيوب لجماهير المحله رايحه في التمرين بتآزر صح. فرقتها فهم فعلا بيعشقوا الانديه بتاعتهم بطريقه غريبه جدا يعني احنا انا تقريبا فاكر ان انا لعبت ماتش بلديه وغزل يا كابتن شريف كانت مباراه مش عايز اقول لك كانت عامله ازاي يعني حرب ما بين الاثنين يعني كان ماتش طبعا الكلام ده كان 2007 كان لسه البلديه كانت اخر في جمهور. كان موجود كان في جمهور ايامها طبعا وكان كان بلديه المحله كان موجود في الدوري ايامها السنه دي كان فعلا ماتش مش عايز اقول زي اهلي وزمالك بس قريب من الاجواء بتاعه الجماهير بتاعه الماتشات القمه زي الاهلي وزمالك زي الاتحاد وسموحه طبعا لما ايام ما كان في جمهور فالفرق دي فعلا بتعتمد على جمهورها بشكل كبير جدا يا كابتن ايمن صحيح. والجمهور فعلا زي ما قلت لك هو عاشق للكوره هناك بس انا طبعا كابتن اسامه اتكلم في حته مهمه جدا حته العامل المادي والاستثمار في الكوره لان ده بيفرق فعلا بيفرق جامد مع الفرق اللي بتطلع والكابتن شريف طبعا بيفرق فعلا جامد مع الفرق اللي بتبقى طالعه من تحت بالذات يعني انا في احصائيه كده تقريبا النادي غزل المحل عامل خمس صفقات بس يعني اقل تقريبا اقل نادي عامل خمس صفقات بس وصفقات كمان مش قويه مش قويه يعني هو ابرزهم احمد الشيخ اللي هو مزبوط. كان بيلعب في الاتحاد هو ده كان جاي من نادي مصر. على البلد نفسها لا والعامل المادي يا كابتن شريف برضه مأثر تقريبا يعني انا اعتقد ان انا في لعيبه اعرفها كانت المفروض كانت هتروح وطلبت مبالغ كبيره ولكن النادي رفض ان هو يدفع لهم المبالغ دي طبعا طبعا فطبعا احنا كلنا شايفين سيراميكا عامله ازاي وشايفين البنك الاهلي بيصرف ازاي سيراميكا يعني تحس ان سيراميكا بقالهم فتره في الدوري الممتاز عامل فرقه كويسه وعامل انسجام بين اللعيبه القديمه واللعيبه الجديده فدي حاجه طبعا مهمه طبعا كابتن شريف قال على اللعيبه القديمه اللي طلع معاه من تحت طبعا ضعف الصفقات اللي عملها والراجل يعني نجح لحد ما ماتش السموحه ان هو يقدر ياخد بونتو من نادي سموحه في اسكندريه فدي حاجه طبعا مكسب كبير للكابتن خالد واعتقد ان يعني اتمنى ان هو يفضل ماشي كده بس اعتقد ان السكواد اللي معاه مش هيقدر ان هو يكمل لان طبعا انت بتحتاج برضو دوله طويل جدا وبتحتاج لعيبه طبعا على اعلى مستوى فطبعا احنا كلنا سعداء ان غزل المحله موجود في الدوري ونتمنى طبعا ان نادي المنصوره ونادي دمياط والفرق كلها اللي موجوده ونادي الترسانه الفرق الجماهيريه دي كلها ان شاء الله تبقى موجوده في السنين اللي جايه ان شاء الله بإذن والتوفيق الله. النهارده ان شاء الله للنادي الاهلي بإذن الله ان شاء الله هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا الكبار ارجوكم انتظرونا مرحبا بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن شريف معانا تشكيل النادي الاهلي هيبقى محمد الشناوي لحراسه المرمى
ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، اثنين اللي في القلب بدر بنون وايمن اشرف، دمهم اثنين في نص الملعب عمرو السوليه اليو ديانج اللي بيلعب النهارده مكان حمدي فتحي بيبتدي المباراه، وقدامهم ثلاثه محمود كهربا جيرالدو على الاطراف كاجنحه، في وسطهم محمد مجدي قفشه ومحمد شريف راس حربه، البدلاء علي لطفي لحراسه المرمى، احمد رمضان بيكهام، محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، صلاح محسن، ولاول مره احمد ياسر ريان، وحمدي فتحي. كابتن شريف، هو تغيير في مركز واحد على ما اعتقد من اي مباراه، اثنين لا في اثنين ايليو ديانجو وجيرالدو ديانجو ايليو حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر. نفس الشكل في الاداء في التشكيل اللعب 4-2-3-1. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا بنتفرج على فرقه محله، انا مش بالضروره ان انا في كل مباراه هلعب بنفس الطريقه. يعني انا بتفرج على فرقه زي ما احنا قاعدين نتكلم، امكانياتها المفروض مش قويه جدا، امكانيات تقدر يعني تنافس في مباراه، تقدر تعمل، انت لازم تخلص من الاول يا ايمن. أيوة. يعني دي وجهه نظري انا. يعني انا النهارده جيرالدو ده كان ممكن يتفك بصلاح محسن مثلا، ونلعب نصعد جنب محمد شريف، يبقى عندك اثنين راس حربه، عامل محطه هجوميه قويه جدا، وانت عندك تملك. بس هو كده هيغير طريقه اللعب. هو انا بقول لك ده هيغير طريقه اللعب بافراد. يعني ما هو ممكن جيرالدو ده بص ليه جنب محمد شريف، انما عمره هيعملها. هو على طول طرف وعلى طول بيرجع لورا بيطلع لقدام، انما في شكل انا اقدر اعتمد عليه. يمكن احنا شايفين صلاح محسن لعب 10 دقائق اداني شكل كويس. انا مش بعدل على التشكيل او بعدل عليها، انما انا بعدل على الطريقه. اي حد يلعب في المكان ده النهارده، نلعب 4-1-3-2 مثلا، كويس. عندك اليو ديانج موجود وسوليه بيتصعد لقدام، واثنين يطلع واحد قدام زي صلاح محسن مع محمد شريف. الفكر ده انت هتحتاجه في اوقات كتير جدا. الشكل ده في مباريات معينه. اديك شفت ان عدم يعني سموحه كانت فاكره ان هي هتخلص الماتش في اي وقت، انما الاصرار من فرقه المحله الحقيقه خليته موجودين في الماتش. طول ما انت بتكسب 1-0 فريق تاني معاك في الجيم، في مخاطره معاك في الجيم طبعا، يقدر يجيب جول يتعادل معاك ويمكن يكسبك كمان، مهما كان. وده كان هيحصل في ماتش سموحه على فكره. كانت الحكايه بقى بقت هجمه هنا وهجمه هنا، في الاخر مش عارفين التوفيق كان هيبقى فين. انا بالنسبه لي هو ده شكل النادي الاهلي. النادي الاهلي بيعتمد اصلا على الباص باص باص باص، كل اللعيبه دلوقتي حافظه بعض، كل لعيب حافظه التحركات شكلها عامله ازاي، بتعتمد دايما على الاطراف اللي هي القويه عندك. طول ما علي معلول كويس بيقدر يتعامل مع محمود كهربا، ومحمد شريف بيعمل العمق اللي احنا شفناه المره اللي فاتت، مع الاحتراز من حكايه الاوفسايد جيم دي اللي كانت موجوده جامده جدا مع ايهاب جلال. احنا مفيش مشاكل خالص في كل اللي احنا عايزينه، بس احنا كنا عايزين ماخذ الجد، عايزين محطات هجوميه فعلا، لان انت مش مطالب غير بانك انت تخلص الماتش بدري طبعًا. انا مش لسه هدخل فرق معايا مهما كان، مش المحله بس، اي حد تاني. فانا عايز يبقى الفكر ده هو الموجود جوه الملعب باذن الله. معانا كمان تشكيل غزل المحله، والتشكيل فيه تقريبا 4 أو 5 لعيبه عن مباراه سموحه. البدايه محمد البشبيشي لحراسه المرمى، هاني عادل ناحيه اليمين، فتحي مبروك ناحيه الشمال، اثنين اللي في القلب محمد سامي، محمد فتح الله، اثنين نص الملعب احمد عادل واحمد الشيخ، دمهم ثلاثه احمد النادر، اسلام فؤاد، عبده يحيى، وقدام خالد رسلان. بدلاء عمرو شعبان، جلال العقده، احمد عيد، معتز محب، هشام بلحه، احمد حسن. واحمد حسن ده كان في لعيب زمان في المحله اسمه احمد حسن، كان وينج ليفت، كان وينج ليفت هايل. خالد كساب، يحيى حامد، محمود صلاح. كابتن علاء، تشكيل الاهلي النهارده طرأ عليه تغيير اللي هو بتاع جيرالدو وطاهر محمد طاهر، بالرغم ان طاهر كان اساسي للمباراتين اللي فاتوا. هل كان عليه ضغوط جامده فهو حب يريحه النهارده من الضغوط ديت، على اساس يعني الماتشين اللي فاتوا يعني كنا نتمنى ان طاهر يعني يظهر مستوى افضل من كده، ولا الاصابه اللي في دماغه؟ بس هو لعب على الاصابه ماشي، لكن هو ممكن يعني وجهه نظر تحترم ان هو ممكن يكون بعد شويه عن المباراه دي، اساس الضغط وخد ماتشين ورا بعض. على فكره ايمن، ممكن تبقى
هو شايف كده على اساس اديله ثقه في الاول ماتشين ورا بعض، حتى لو مش موفق فيهم، لكن ماتشين ورا بعض ماشي، بعدين يرجع تاني يهدى شويه، بعدين يبدا يشوف هو بيدي الماتش او التاني ايمن، بيشوف مدى انسجام اللعيب الجديد ده ايه. هل انسجم بسرعه في ماتش التاني؟ لو لسه، وعلى فكره اللي بيحصل مع طاهر ده بيحصل مع لعيبه العالم كلها، مش عيب على فكره طبعا. ولا بقى لي امكانيات ولا حاجه، الامكانيات طاهر معروفه عشان كده هو جه النادي الاهلي، لكن ممكن يكون استثناء النهارده، مباراه النهارده يعني يريح شويه، يبدا يستوعب طريقه اللعب كويس قوي، الشكل ازاي يبدا يشتغل ازاي، وهيرجع ان شاء الله المباراه القادمه. لكن هو كلاعب انت جايبه ما فيش فيه مشكله خالص، بالعكس انت جايب صفقه، انا من وجهه نظري صفقه ممتازه وهتبقى صفقه ناجحه جدا النادي الاهلي على المدى الطويل، اكيد امكانياته كويسه جدا، لعيب صغير وهو كمان على المستوى الشخصي شخصيه اكتر من ممتازه. صحيح. التغيير الثاني قالوا ديانج كان بيتكلم فيه كابتن شريف، واحنا متعودين دايما قالوا ديانج موجود او السولية او ديانج وحمدي فتحي او حمدي فتحي وعمرو السولية، خلاص المكان ده بس عمرو السولية ثابت. الا وتعور او بيبقى في حاجه، لكن هو الثبات لعمرو والتغيير بقى قالوا ديانج وحمدي فتحي، لكن المكان ده بقى في ارتياحيه عندك، مفيش فيه مشكله. أيوة. انت ما عندكش فيه مشكله خالص، انت عايز تفصل او حاجه؟ لا لا لا، طيب المكان ده مفيش فيه مشكله خالص، يعني خلاص النادي الاهلي بقى عنده ثلاثة تقال قوي، اي اتنين بيلعبوا ما بتحسش بان في خلل حصل. كمان دخل عندهم اكرم توفيق لعيب كويس قوي، يبقى اربعه كمان في المكان ده. لكن هو الراجل دايما كل مباراه بيحب يبقى بينوع في الشكل، يعني أيوة. السوليه مع حمدي فتحي غير السوليه مع دانج خالص، دايما ايوه السوليه مع فتحي، دايما السوليه هو ليه اكثر ثبات في نص الملعب، اكثر دفاعيه، بيسيب حمدي فتحي مزبوط. يتقدم العكس مع ديانج، العكس مع ديانج، لان ديانج دفاعيا قوي جدا جدا صح. جدا يقدر الكره الثانيه بيتحكم فيها كويس قوي، حتى لو ما خدش الكره الثانيه هو يعني مجهوده في نص الملعب بيريحك. أيوة. عشان كده السوليه بقى عنده حته ان هو ممكن يكمل في الثلث الاخير دي موجوده، لكن في الاخر يا ايمن لازم نعترف ان طب قبل الاخر يا كابتن عايز اسالك سؤال بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي في حالة لا قدر الله غياب محمد هاني، ممكن مين يحل مكانه في المكان؟ بس ما تقوليش أكرم توفيق. أحمد رمضان. أحمد رمضان بيلعبها على طول. بيلعبها مفيش فيها مشكلة أكيد. مفيش مشكلة بالنسبة له. لا 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 بالنسبة له لا. ولو اتزنى قوي عنده أكرم، ولو اتزنى وعنده كمان عرب بدري كمان بيلعبها، لكن هو ياسر إبراهيم ما لعبهاش؟ لا. رامي ربيع اللي يلعبها. رامي ممكن يلعبها، لكن هو الحاجات دي اضطراري. لو انا بتكلم بقى، انما الامور الثابته قدامك احمد رمضان موجود عشان المكان ده مكان محمد هاني. يبقى كل لعيب عنده الراجل البديل بتاع محمود وحيد لعلي معلول، لو حصل حاجه لا قدر الله نفس الكلام عند احمد رمضان موجود عشان محمد هاني، واكرم موجود عشان اثنين اللي في قلبه في نص الملعب مع حمدي فتحي. ايوه ما يغيرش طريقه اللعب؟ لا لا ايه غيرها؟ ما يلعبش في ماتش زي النهارده 3 4 3 خالص ما يلعبش، اصل هي يلعبها، اصل هو يا كابتن شريف هو طبيعي ما بيلعبش محمد مجدي في نص الملعب، بيلعب ورا محمد شريف، يعني راس حربك بتتكلم فيها حضرتك، بس اتنين مش جنب بعض. أي. واحد ورا واحد على طول، ما فيش فرق، يعني في لقطات النهارده لو جت قبل كده في المباراه اللي فاتت بتلاقي مثلا كان موجود ورا مروان وضاغط معاه محمد مجدي صح، هما الاثنين، وفي اوقات محمد مجدي بيبقى سابق. انت عارف في حالات دايما ساعات بتحصل عندنا في الفرقه بنغير طريقه اللعب جوه التدوير، هو ما بيعتمدش، بتزود الحاله الهجوميه، هو ما بيعتمدش على وقصدك اللعيبه في نص الملعب. لا بزود الحاله الهجوميه عندي عن طريق نص الملعب، عن طريق الفيرود، باستثناء ان انا ممكن يكون عندي ويطلع محمد هاني يتعور مثلا او حاجه، فبغير الاسلوب. انا بتكلم على شكل، انا ممكن لو ما عنديش مشكله خالص، لو نوع من التجربه يعني. لو جرب ليه؟ عايز اقول لك على حاجه، لو اللعيب ده ما كانش موجود او غير موفق، اللي هي الحكايه ان انت بتقول لي رمضان بيكهام على عيني وراسي وجوكر، ويقدر يتخش جوه بعد كده، يقدر يكمل معاك في نص الملعب، لعيب عنده جميع الامكانيات، لان يعني في مباريات انا اقدر وانا حتى في الملعب لما بتاخر او ببقى لا قدر الله مغلوب واحد، عايز ازود الحاله الهجوميه. انت ده مش محتاج بقى أربعة. تقدر تاخد واحد من نص من على فكره ممكن ازود الحاله، ممكن احيانا احنا بنعملها على فكره، ممكن ازود الحاله الهجوميه من غير ما اغير. وانت بالظبط من جوه الملعب، من جوه الملعب اساسا. وبعدين هو انت الحاله الهجوميه بتاعتك، انت لو بصيت يا كابتن شريف على يعني ببص كابتن كهربا مثلا السته اللي قدام بالظبط، عندهم الحاله الهجوميه عاليه جدا صح. واللي انا متاكد منه محمد مجدي ما بيلعبش بين ديانج والسوليه من يوم ما لا من وقت وجود موسيماني. محمد مجدي بقى راس حربة تاني ورا راس حربة الموجود الاساسي، بعملها كتير جدا. وبقول لك في مواقف كنا بنجيبها في مباريات، كنت بتلاقي مثلا مروان ومحمد مجدي هما اتنين على خط واحد، ماتش الوداد هناك وماتش الوداد نفس الكلام. لكن هو اعتقد النهارده
التغيير الوحيده بس اللي حصلت هو موجود جيراردو برده بيدي له فرصه. ممكن النهارده جيراردو على فكره ورقه رابحه. وخلي بالك في حاجه كمان، كهربا نفسه بيخش كمان راس حربه تاني. ايوه ما هي يعني بص طبيعي. بص بص لكن بص الاطراف هو ده وكره عكسيه. لكن انا بتكلم جيراردو ما بيجيدهاش. لو لو في لو هجمه عكسيه يا اسامه، لكن انا بتكلم على شكلك انت. عايز اتكلم على حاجه يا كابتن، هو في التسخين النهارده السوليه شعر ببعض الالام، كان واخد كدمه فشعر ببعض الالام، فمش هيبدا المباراه وهيبتدي مكانه حمدي فتحي. ما فيش تغيير، ما فيش مشكله. انا لسه كنت بقول لك ما شاء الله المكان ده اي اتنين بيلعبوا ما بتحسش بخلل. حمدي فتحي في مستوى هايل، ديانج موجود، عمرو السوليه، وانت طول ما عندك في المكان ده على الاقل في 3 4 انت مطمن ليهم يا ايمن، فانت نص ملعبك ده هو الاساس بتاعك. بس في الحاله دي المسانده الهجوميه هتبقى اكتر على حمدي فتحي. حمدي وبقى ديانج هو اللي موجود في قلب الملعب. كابتن اسامه، شفنا تغيير النهارده في فرقه المحله، يمكن 3 أو 4 لعيبه. 4 لعيبه تقريبا، ودي مخاطره مع ان هو الماتش اللي فات قدر انه يتعادل مع سموحه في سموحه، فيعتبر نتيجه ايجابيه بالنسبه له. انك تغير مره واحده في ماتش المحله 4 في ماتش الاهلي، ماتش جامد وفرقه جامده عليك، تغير 4 مره واحده، ما يوقعش الفرقه؟ لا ما توقعش الفرقه، لان هو خلي بالك خالد يعتبر بدايته الى حد ما برضو مش هقول وصل لاخر شكل هو عايزه. هو عارف انه بيلعب مع النادي الاهلي، يعني مع احترام فرقه المحله بظروفها، يعني غالبا في دماغه انه النادي الاهلي هيكسب، يعني بنسبه تعدي 90%. فالناس اللي هو بادئ بيها النهارده منهم اثنين او ثلاثه، اللي هو اسلام فؤاد هو اللي جاب له الجون لما نزل. احمد الشيخ عمل شغل كويس، واحمد الشيخ مش ديفندر، احمد الشيخ هيلعب على الطرف الشمال نص الملعب، بيبقى ناحيه الشمال قدام فتحي مبروك، او ساعات بيروح ناحيه اليمين مكان عبده يحيى. اعتقد ان احمد النادر ده ما لعبش الماتش اللي فات، هو اللي هيكون جنب احمد عادل في الارتكاز في النص، لان خالد كساب راس حربه صح، واسلام فؤاد تحت راس الحربه، واحمد الشيخ بيلعب على طرف من الاطراف. خالد رسلان، خالد رسلان راس حربة، كساب احتياط، خالد رسلان راس حربة اصلا. فاحمد الشيخ مكانه هنا مش مظبوط، هيبقى غالبا في الطرف الشمال او في الطرف اليمين. وهو دايما اعتماد غزل المحله في على الكره العرضيه من زمان، اسلوب لعبهم كده مظبوط، مظبوط من زمان ايام احمد حسن وقبله كمان عمر عبد الله وعبد الحليم خليل وعبد الدايم والناس تكمل على الجول ماشي. لكن انا اقصد ان هو هيبقى مكثف شويه في وسط الملعب، فالتغييرات في الجزء المثبت ده طبيعي، انه ما غيرش حاجه في خط الظهر ولا حارس ولا الديفندر الاساسي اللي هو احمد عادل، وفي كمان عبده يحيى اللي بيلعب ناحيه اليمين او في فهو مغير 4 منهم، 2 نزلوا كانوا مؤثرين الماتش اللي فات اللي هو احمد الشيخ واسلام فؤاد. فما اعتقدش ان التغييره دي هتعمل له مشكله. بالنسبه للنادي الاهلي انا اتمنى بس ان جيرالدو يؤدي اداء افضل من كده، لانه جيرالدو لعيب مفروض اجنبي ولعب فترات طويله جدا، ما زال حتى الان تاثيره مش التاثير اللي بحجم لعيب مفروض انه لعيب محترف يبقى في وسط فرقه النادي الاهلي. فارجو اتمنى انه تبقى فرصه النهارده، بيلعب مع فرقه مش مغيره في التشكيل الاساسي قوي بتاعها بتاع اللي هو طالع بيه من الدرجه الثانيه، فرقه احنا قلنا جايبه 5 لعيبه او 6 لعيبه بس، يعني اقل فرقه دعمت صحيح، فاكنك بتلعب فرقه يا دوب من الدرجه الممتاز بيه بتلعبك. فارجو اتمنى انه يبقى ليه دور مؤثر، الباقيين كلهم بيلعبوا. شفنا شريف الماتش اللي فات في راس الحربه بيأدي بشكل كويس، كهربا جاب جون حلو، طبعا قفشه بيأدي على طول كويس، وعلاء اتكلم في جزئيه إليو ديانج وحمدي فتحي او عمرو السوليه، وإليو ديانج او حمدي وعمرو السوليه، يعني ما بقاش فيها مشكله. وخط الظهر واضح ان هو مستر موسيماني مثبته مع الشناوي بقاله حوالي 3-4 ماتشات. يعني كابتن هاني هنسالك عن القوه الهجوميه لنادي غزل المحله، وخصوصا ان انت اتفرجت على ماتش سموحه اللي فات، ولكن بعد الفاصل. We'll be right back.
نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وقبل ما نرجع للكابتن هاني العجيزي هنروح مع زميلنا كريم احمد ولقاء مع حسام عز ونائب رئيس مجلس اداره غزل المحله والمشرف على الكره. اتفضل يا كريم. بجد تحيه ليك من جديد يا كابتن ايمن، ومستمرين معاك كالعاده طبعا من استاد الاهلي والسلام، ومباراه غايه في الاهميه، الاهلي وغزل المحله ان شاء الله في تمام الساعه 7:30، تحضيرات كثيره جدا سواء للنادي الاهلي وايضا كمان لفريق غزل المحله. لكن لو هنتكلم بقى على التحضيرات ونعرف مدى استعداد اللاعبين من نائب رئيس مجلس اداره نادي غزل المحله والمشرف على الكره الاستاذ حسام عزو اللي بنرحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي، سعداء بوجود حضرتك معانا طبعا يا حسام بيه، وان شاء الله باذن الله النهارده تكون جيم جيد يليق باسم غزل المحله وايضا كمان يليق بالنادي الاهلي. اهلا بحضرتك طبعا، برحب بالكابتن ايمن وضيوف الكرام طبعا، اهلا بحضرتك. يمكن هبدا معاك في البدايه ببعض اللغط في الامر بالنسبه لنقل المباراه وبالنسبه كمان ليمكن النادي الاهلي، بعض الناس اتكلمت قالت المباراه ليه بقت الاولى هنا والمباراه الدور الثاني، يمكن ده كان طلب كمان حضراتكم بالنسبه لغزل المحله وامر طبعا تشكر عليه مجلس الاداره بشكل عام، حابين نوضح النقطه دي من خلالك يا حسام. والله بص عشان تبقى الناس بس الصوره واضحه، احنا اللي طلبنا نقل المباراه، النادي الاهلي ملوش دخل في الموضوع الا ان هو طلب النادي الاهلي والنادي الاهلي وافق. احنا المشكله عندنا في الملعب كان في احتياطات امنيه ما كملتش، فمراكز المسابقات كانت مستعجله في القرار، فطبعا يعني تواصلنا مع مراكز المسابقات مع النادي الاهلي، يا جماعه بعد اذنكم عايزين الماتش الاول الاهلي والدور الثاني ان شاء الله هيبقى عندنا في المحله، ومشكورين النادي الاهلي ومراكز المسابقات استجابوا للطلب يعني، وبالتالي احنا طلبنا نقل المباراه. انا عارف بقى ان في مجهود كبير جدا بيبذل بالنسبه لفريق غزل المحله، شفنا المباراه الاولى الحقيقه كانت مباراه مميزه جدا، واضح ان في رغبه عند اللاعبين واضح عندهم حماس، ويا رب ان شاء الله تبقى مميزين كده للفتره اللي جايه. لكن مباراه الاهلي مختلفه، انت عارف دوافع مختلفه وبتلعب نادي القرن، فمحتاجه شغل منكم شغل من الجهاز الفني. حضرتوا اللعيبه ازاي يا استاذ حسام، والجهاز الفني بشكل عام حضر اللعيبه ازاي؟ بص عشان تبقى الصوره واضحه، احنا بنلعب طبعا نادي القرن وبطل افريقيا، خلينا واقعيين مع نفسنا جدا، بس احنا عندنا الحمد لله عندنا طموح المشروع وهو الفوز، ربنا يكرم اللعيبه طبعا. احنا الحمد لله استجبنا كل طلبات الكابتن خالد عيد، او يعني عايز اقول اول حاجه طبعا ربنا يشفيه يا رب ويرجع لنا بالف سلامه، وان شاء الله باذن الله يكون معانا الماتش الجاي باذن الله. كل طلبات الكابتن خالد عيد من اللعيبه اللي هو طلبها احنا جبناها له. الكابتن خالد عيد له قناعه ان هو عايز لعيبه جعانه كوره، مش عايز لعيبه اسامي، وانا الحقيقه شجعته على هذا، ان طبعا يعني احنا عايزين لعبه مش عايزين اسامي، احنا كان لنا تجربه قبل كده وللاسف كانت فاشله معانا، فلما يبقى لعيبه مغموره وعايزه تثبت نفسها ربنا يوفق يا رب الفتره الجايه باذن الله مع اللعيبه دي. انا طبعا هاخد من كلامك، واكيد بنتمنى كل الشفاء للكابتن خالد عيد طبعا، واحد من رموز غزل المحله، وكمان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، يمكن النهارده الظروف متشابهه بالنسبه للمديرين الفنيين، لكن بنتمنى لهم الشفاء ان شاء الله، وموسيماني كمان يكمل مع النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده لسه بطوله افريقيا وامر صعب جدا يعني. اكيد طبعا ربنا يشفي الكابتن خالد والكابتن موسيماني طبعا، هي طبعا صدفه غريبه جدا المديرين الفنيين الاثنين ما بقوش موجودين، انما يعني يا مسهل حالها معانا كابتن طارق غدا طبعا في البركه، وكابتن خالد طبعا بيتابعنا اول باول باذن الله. حسام لو في حديث مع اللعيبه وحضرتك لو بعض الكلمات للعيبه غزل المحله قبل المباراه دي بتقول لهم ايه، بتركز معاهم على ايه قبل مباراه كبيره بحجم قيمه النادي الاهلي؟ لازم افكرهم طبعا ان احنا نادي كبير كنادي غزل المحله، لازم يعني الناس كلها تعرف ان نادي غزل المحله كبير، تعرضنا لكبه بقى لنا فتره، وان شاء الله باذن الله بدعم معالي الوزير طبعا معانا الفتره دي برئيس مجلس اداره الاستاذ احمد عمرو، ان شاء الله المحله هترجع تاني باذن الله. شكرا جدا حسام، شكرا جدا، الف شكر لحضرتك وتحياتي للكابتن طبعا باذن الله. اشكرك الف كل الشكر والتقدير طبعا لنائب رئيس مجلس اداره نادي غزل المحله والمشرف على قطاع كره القدم الاستاذ حسام عزو، عندهم دوافع كبيره جدا اكيد يا كابتن ايمن، والحقيقه كمان دي بتتطلب من لعيبه النادي الاهلي مجهود اكبر، بتتطلب مجهود اكبر بالنسبه كمان للجهاز الفني، ان شاء الله باذن الله لعيبتنا كالعاده تكون على قدر المسؤوليه، تركيزنا ان شاء الله باذن الله يكون كبير جدا النهارده، والنادي الاهلي ان شاء الله النهارده حقق 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا في مسيرته للحفاظ على لقب بطوله الدوري العام رقم 43. عوده ليك من جديد كابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد. كابتن هاني، اعتقد ان التشكيل زي ما هو جاي لنا كده على الورق استحاله ان النهارده غزل المحله يلعب بالاسلوب دوت 4-2-3-1. اكيد طبعا من وجهه نظري. اكيد. تاني حاجه عايز اكلمك فيها، هل الروح والحماس كفايه لتعويض الفارق الامكانيات الفنيه بين الفرقتين؟ اكيد لا طبعا، يعني ده حتى مشروع لاي فرقه بتلعب النادي الاهلي، طبيعي ان انت بتلعب النادي الاهلي لازم يبقى عندك روح. لو لا طبعا انا ما بتكلمش، بقول لك هل ده كفايه؟ لا لازم برضو الفنيات يا كابتن، في برضو نسبه فنيه لازم تبقى موجوده عندك، ان انت عندك لعيبه تقدر ان هي تغير المباراه في اي وقت، لكن حته الروح. طب انا معايا ارقام لغزل المحله يا كابتن. طيب. في ماتش سموحه ماشي، عندي نسبه الاستحواذ بالنسبه للمحله 42% مقابل 58% لسموحه. تمام كويس. بص بقى عدد التمريرات الصحيحه
غاز المحله 219 من 316. 219 يعني هم لمسوا الكره 316 مره بس، منهم 219 صحيح، وده رقم قليل اكيد طبعا. كويس. التصويبات على المرمى 2 من 11. الحاجه المميزه بقى اللي هي العرضيات اللي هو بيتميز بيها اصلا فريق غزل المحله، ده حقيقة عامل 16 عرضيه، جه منهم الجول. حته يا كابتن الاحصائيه والكلام ده، هو طبعا ده حاجه كويسه وكل حاجه. انت برده خلي بالك هو كان بيلعب بره ملعبه، يعني بيلعب في استاد اسكندريه مع فرقه كبيره برده زي نادي سموحه، اللي يعني شايف الاحصائيه هي لحد ما كويسه. حته العرضيات فعلا زي ما انت قلت ان النادي غزل المحله بيعتمد على العرضيات دايما، بيعملها على طول. عندهم الباك ليفت بتاعهم فتحي مبروك، على فكره فتحي مبروك ده لعيب لعب في الاتحاد قبل كده ولعب قديم يعني لعيب خبره، وفعلا بيمتاز بالكروسات بيعملها كويس جدا. وهاني عادل نفس الكلام، فهم بيعتمدوا برده على اسلام فؤاد ان الراجل ده بيلعب بهيدرز كويس. وعندك خالد رسلان وعندك خالد كساب، ثلاث لعيبه خبرات وبيعتمدوا عليهم اعتماد كبير، ولكن مش هيلعب بالاسلوب ده. لا اكيد، لا طبعا اكيد اكيد بيختلف طبعا. انت بتلعب النادي الاهلي النهارده، والنادي الاهلي طبعا المفروض ان هو بيبقى عنده الدافع الهجومي اكتر من الدفاعي، وعايز يخلص المباراه من بدري. يعني هيلعب بتحافظ شويه؟ اكيد طبعا اكيد اكيد. الراجل هينزل، مش اكيد الفرقه كلها اول حاجه هتبقى تحت الكوره طبعا، ما فيش حد هيبقى، ممكن استثنى بس اللي هو خالد رسلان ده اللي هو اللي هيبقى قدام. ولكن اعتقد انت برضو اتكلمت في كده كابتن ايمن في حته كويسه، حته الروح والكلام ده طبعا لازم اللعيبه كلها عندها روح، وده شيء زي ما قلت حاجه كويسه من لعيبه المحله ان هي تنزل تبقى عندها روح. لكن انت برضو بتلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي برضو اكيد عنده روح، النادي الاهلي برضو معظم ماتشاته وتاريخ النادي الاهلي معروف ان روح النادي الاهلي بتبقى موجوده من اول المباراه لحد اخر مباراه، بدليل النادي الاهلي معظم ماتشاته يعني مش بيكسبها في الدقيقه بعد الدقيقه 90. فده يدل ان انت النادي الاهلي عنده روح اكبر، يعني تقريبا اكبر فرقه عندها روح في افريقيا النادي الاهلي، ده حاجه معروفه يعني. الحاجات دي بنتوارثها هي طبعا اجيال لاجيال يعني. لكن طبعا النهارده النادي غزل المحله اعتقد ان هو هيبدا بخطه دفاعيه النهارده، مش هيقدر ان هو طبعا يجازف ويهاجم من اول المباراه. واعتقد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيخلص المباراه من الشوط الاول باذن الله رب العالمين. كابتن شريف هنشوف جول مبكره باذن الله طبعا، انا بتمنى جولين في اول هاف تايم باذن الله. كابتن علاء ان شاء الله في هدف النادي الاهلي. كابتن اسامه ان شاء الله في هدف النادي الاهلي. كابتن هاني اعتقد ان شاء الله النادي الاهلي هيحرز اهداف في الشوط الاول. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. هنروح لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.